عند الأمل الجديد لقوات دول ساحل الخمس يلتقي فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو بالقصر الرئاسي، وتجيء هذه المقابلة ضمن جولته التي تشمل دول الساحل الخمس. الجنرال هنانا هنانا موريتاني الجنسية، فبعد لقائه بالرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس محمد يوسف بالعاصمة نيامي، ها هو استقبله فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو، وذلك بهدف تنسيق الرؤى بين الدول الساحلية لمحاربة الإرهاب. المقابلة حضرها وزير الدفاع بشار عيسى جاد الله والقائد العام للقوات المسلحة إبراهيم السيد محمد ومساعدي رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني والعسكري. الجنرال هنانا هنانا القائد العام الجديد لقوات دول الساحل الخمس تباحث مع رئيس الجمهورية في العديد من الملفات العسكرية بدول الساحل، لا سيما محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة وتجار الأسلحة، كما استمع إلى وصايا وإرشادات من قبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو واستعده بلا شك في محامي، وأشاد بدور تشاد في حربها ضد الإرهاب والتطرف. محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية وكيفية إحلال الأمن والاستقرار لكافة المواطنين بالمنطقة هو الاهتمام الأكبر لقادة دول الساحل، سعيا منهم إلى محاربة الإرهابيين والإرهاب بشتى أنواعه. وفي ذات السياق، فقد التقى القائد العام لقوات مجموعة دول الساحل الخمس حنانا حنانا ولد سيدي الذي قدم من جمهورية موريتانيا إلى البلاد في زيارة عمل، خلالها التقى بالمسؤولين في القوات المشتركة المتعددة الجنسيات، وذلك بهدف مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب في المنطقة، إلى جانب إيجاد سبل كفيلة تسهم في حفظ الأمن والسلام بدول الساحل. هذا وعقب خروجه من اللقاء، صرح القائد العام لقوات مجموعة دول الساحل الخمس للصحافة عن فحوى هذه الزيارة. أولا تقديم لرئيس تشادي إدريس دبي، ثانيا تقديم له حالة القوى المشتركة لدول مجموعة الخمس، وأخيرا التلقي منه الإرشادات والنصائح من أجل القيام بالمهمة على أحسن ما يرام. كما أشاد القائد بدور البلاد في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وكذا الجهود التي بذلتها من أجل حفظ السلام وجلب الأمن والاستقرار في دول المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن زيارة القائد العام لقوات مجموعة دول الساحل الخمس حنانا حنانا للبلاد تدخل ضمن زيارته لدول الساحل الخمس.